على طول شاغلنا بكل زنقة في كل خلقة نقول يا ريت تقدر تجيبنا يا اللي انت راضي على قولنا ماشي في بالنا عاشي خيالنا على طول شاغلنا تشيلنا وتنقلنا ليك من غير شقاء نفرح بقى ونتهنى بيك ولا احنا خلاص بقيت تقال جدا عليك ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي ولا خلاص وراح ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي نلاقي الرد مستوحى مصراح يلا بينا يا ليل يا ليل يا ليل يا 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 ليل دي حلاقة مية مية يا عم صلاح يا بشوية دي حلاقة مية مية يا عم صلاح يا بشوية أي فارس ركب الهرص ده أنا أبقى أحلاق زاقني إما كنتش ترقص 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 رقصت المية بزورك يا بعيد ليه بس كده عم صو الله يا ده أنا مش بدعي عليك يا عبيد ده أنا بدعي لك رقصت المية بزورك عشان تنظفه كده وتخلي صوتك حلو على طول كده غدامي والله آخر روقان يا عم صلاح دي أه؟ حاجة آخر بقى ده اسمه الفينيشون فينيشون 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 أنا ده فينيشون فينيش خلاص كده نعمت وتمام تمام تمام ده الوش التاني يا عم صلاح يعني ايه التالت انت ما بتعرفش تعد ولا ايه مؤاخذة يا عم صلاح ايوه ايوه يا سلام يا سلام بص بقى في المراية وقول لي يا حلاوتك يا ماهر ايوه قمر يا عم صلاح يا حلاوتك يا ماهر صح حالي مع الصبغه الجميله بقى ظبط الشعر كده بعد الصبغه اللهم صل على حضرتك ظبط في المستعلي تسريحه حلوه كده بقى اهو نعمل كده طب اقول لك حاجه انا مش شايف حاجه انا بلبس النضاره اشتغل اشتغل يعني حدد لي الاتجاهات بس عشان ايه هاتوا يمين يمين ده يمين برضو بقول لك افرق من النص افرق من النص من النص ايوه 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 من عند الاشاره هنا مية 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 يا سلام يا عم صدوح هات البريء بقى يلا جدع يا ماهر يا سلام الواحد فاق يا اخي الله روب 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 اتفضل يا عم صلاح بسم الله ما شاء الله عريس عريس يا عم صلاح والله نعمل لك فرح بقى على السطوح لا مش عايزك تعمل لي فرح عايزك تعمل لي القهوه بتاعتي ايه حاضر يا عم صلاح يلا نظف كده ولم الحاجه ماشي يلا بسرعه معلش بقى اخر حاجه بقى يا عم صلاح ها اهو بقى اهو بقى سلام عليكم الصبغه حلوه اعمل القهوه بسرعه يا سلام سبحان الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ليلتكم سعيدة الراجل صحيح جدع وشهم وعترة وطول بعرض والرجولة مواقف بس برضه في راجل وسيم جميل ما هو الجمال مش حكر على الستات وبس ان الله جميل يحب الجمال وزي ما فيه رجاله بتتباهى بقوتها وشهامتها ورجولتها في برضه رجاله بتتباهى بجمالها ووسامتها يعني مش عيب ان يبقى في راجل حليوه
ما الست فايزة أحمد غنت وقالت يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه؟ صحيح كانت بتغنيها لمين؟ لعم إسماعيل ياسين. دي كانت على سبيل الإفيه الدعابة يعني، إنما حلاوة الراجل بقى، الراجل يعني حلاوته وإن وجدت لازم الواحد يبينها، مش عيب، ومش عيب خالص إن الستات تعجب بيه وتتغزل فيه. حتى الأغاني كلها لو خدت بالوا حضراتكم هتلاقوها كلها بتتقال للراجل، بتتغزل في جمال الراجل، سواء كان اللي بيغنيها راجل أو ست. تلاقي المطرب من دول هو بيغني لحبيبته أكنه بيغني لواحد صاحبه. والله يعني عبد الوهاب قال جفنه علم الغزل، كان المفروض يقول جفنها علم الغزل، وطلب قال ايه ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، مع ان حبيبته هي اللي كانت ساكنة في الحسين. وبعدين فوزي بقى قال ايه فايت ولا همه ولا همه ورن خلخاله رن خلخاله ومشيت ورا عمه ورا عمه وبوست ايد خاله. ليه كده يا فوزي؟ المفروض تقول ايه فايتة ولا همها وبترن خلخالها وجريت ورا عمها وبوست ايد خالها وماشيه برضه ايه يعني، كان لازم خلخال وخاله خلخالها وخالها. بس احنا اتعودنا نسمع الاغاني كده واستوعبناها وفهمناها. ها نهايته في كل الازمان والاوقات، زي ما الراجل بيدور على الست الحلوه برضه الست بتدور على الراجل الحليوه، اللي هو احنا كنا بنطلق عليه بنطلق عليه الشاب المعجباني، اللي كان يمشي زمان كده يعوج في طربوشه ويسرح شنبه لا ده كان زمان بقى، ايام ما كنت شاب ومعجباني. ما انا ما اتولدتش كده، انتوا فاكرين ايه؟ انا عادي يعني اتولدت عادي طفل، وبعدين بقيت مراهق، وبعدين بقيت شاب حليوه، وبعدين راجل، وبعدين اللي انتوا شايفينه ده، وبعد ما كبرت رجعت مراهق تاني. وبعد كده عمل معايا الزمان عملته، ولقيتني قاعد لوحدي فوق سطوحي ويا روحي، بسرح شويه في اللي فات واحلم شويه باللي جاي، واللي جاي هنشوفه سوا كمان شويه. مساء الخير. الصبح عم صلاح يلا بينا. احنا كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن الوسامة والوجاهة في الرجال والشاب المعجباني. عشان كده أنا ضيف النهاردة على سطوحي حبيب قلبي وروحي، اللي ليه في الوسامة والوجاهة ألف أمارة. ضيفي أمير، بس مش أمير إمارة، لا، أمير كرارة. بحييك من كل قلبي وبكل حرارة يا ربنا يخليك يا عم صلاح. الله يبارك لك. بس ايه قرارة دي؟ دي قرارة بقى، انا بص انا قعدت الاول الناس كلها تقول لي قرارة ده اسم يعني شهرة ولا ده اسم عيلة ولا الناس كانت كلها كانت مقتنعة ان ده حاجة كده مطلعين عليا، لا ده اسم عيلتي اسمه قرارة. بس لما قعدت ادور بقى ورا اسم قرارة ده لقيت ان هو اصلا نوع من اغلى انواع الرخام في العالم. دي جبال اسمها جبال القرارة، مش عارف حتة كده في ايطاليا وبتاع، فده نوع رخام يعني قرارة ده نوع من الرخام نفسه، نوع من الرخام بس غالي قوي. غالي ده اغلى حاجه بقى. وانت غالي قوي، ربنا يخليك. ايوه بس هو جاز زي اللقب ده يعني. لا يعني مش لقب، هو اسم العيله قرارة. اسم العيله اسم عيلتي قرارة. الجد يعني قرارة يعني امير محمد حسين قرارة. الله حلو قوي. اسم كله نغم وموسيقى. ده اسم عادي، ده محمد حسين ما فيهوش حاجه. لا قرارة. احنا كنا من شويه بنتكلم عن المراحل في حياة الإنسان يا أمير.
يعني الإنسان بيتولد طفل، بعدين بيبقى مراهق، وبعدين بيبقى شاب، وبعدين رجولة، وبعدين كهولة، وبعدين مراهقة تاني، وبترجع بقى من الأول يعيد بالعكس. اه مش بيقولوا مكبركم ومظهركم؟ ايه رأيك في مكبركم ومظهركم ده؟ ايه رأيك في المثل ده؟ لا هو دايما لما تحس مثلا في راجل كبر بالسن الناس بتبتدي تقول لك هو ليه ابتدى يرجع بالزمن، او يرجع زي ما يقول لك ايه الراجل عجوز بس متصابي في حركاته شويه. فدي برضو حاجه. لا انا مش قصدي عليك خالص، انت لسه صغير يا عم صلاح. ما انا لابس لك مخصوص. لا خالص، ده كل ده منظر. ده كده لسه صغنن. قالوا لي يا امير قرارة جاي لك من 2007. فلابس بقى اللي على الحبل. اشيك حاجه. حاجه دي كانت اشيك حاجه عندكم. اشيك حاجه عندكم. ايه رايك؟ انت مش عارف ده ايه بقى، الجنس والحاجات دي بجد يعني؟ لا قمر والله العظيم قمر. الله يبارك لك. ستايل كده. انت منورني والله يا امير. يا عم صلاح كلمني بقى، مرحلة الطفولة في حياتك كانت ايه؟ لا دي احلى احلى مرحلة، مرحلة الطفولة دي احلى مرحلة. يعني في واحدة احلى منها شوية، بتاعت المراهقة اللي بعديها. المراهقة احلى من الطفولة؟ احلى من الطفولة شوية. يعني فيها احداث اكتر. فيها اكشن كان بيحصل فيها. يعني الطفولة كنت انت مؤيد بحاجات معينة، او يعني مصير، يعني انت لازم كده طفل، فانت عارف ايه اللي بيحصل. الام والاب بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه وتروح فين، والنهارده انت لازم تروح المكان اللي يقول لك. يعني النهارده انت رايح النادي. النهارده هتخرج عند جدتك. النهارده هتخرج عند عمتك. في حاجات كده انت لازم تعملها وانت طفل. بس كان برضو الحياه لطيفه. لما بتوصل بقى لمرحله اللي هي المراهقه اللي بعديها، اللي هي من سن 11 لحد 17 16، دي احلى سن. حلو قوي. عدينا ال 17 يا بتاع 2017 انت. لما عدينا ال 17 دخلنا في مرحله الشباب. تمام. ايه وحشه مرحله الشباب؟ لا حلو طبعا. ما مرحله الشباب دي بقى اللي بتاخد من مرحله ال المراهقه شويه، وتقوم طالع بيها على الشباب، تعيش بيها شويه حلوين بقى كده، وتكمل بيها لحد ما توصل للمرحله اللي بعديها، مرحله الرجوله، اللي بتتعلم بقى من المراهقه شويه حاجات على مرحله الشباب شويه حاجات، وتاخد الحلو من هنا وتسيب الوحش، تطلع بقى لمرحله الرجوله. دي اللي بتعلمك كل حاجه. انتوا مش كان عندكم كده برضو ولا كان موجود؟ عندنا بس انا بشوف ايه اللي عندكم. لا هو زي عندكم والله. هو زي عندكم. نختلف بقى في الشكل. الشكل اختلف ازاي؟ يعني طريقه لبسكم، طريقه تكوينكم، طريقه شنبكم. الشنب ده لفت نظري قوي يا امير. لا الشنب ده من عندكم، ده من زمان، ده من عندكم ده. ده موجود ده من زمان؟ ده كان عندكم ده صح؟ كان بنفس الطريقه دي. هنا اطول شويه. بس الشعر مثلا هنا. انتوا مثلا الشعر هنا دلوقتي مثلا ده احنا بنحط حاجه دلوقتي عندنا اسمها جل. إيه؟ انتوا كان عندكم بتحطوا صابون وبالمشط تسرحوا الصابون وهو ناشف فيقوم مجبس الشعر، صح؟ صح ولا مش صح؟ صح. صح. ده زي ما تكون كنت عايش معانا. لا ما انا بقى كنت بشوف جدي برضو كان بيعمل كده. يعني كان يجيب الصابون ويرغي شعره بالصابون، ويقوم جايب المشط اللي هو الواسع، يقوم ممشط الشعر كله بالصابون، وبعدين يمسك فوطه يمسح الصابون بس الرغاوي عشان ما ينزلش بالرغاوي. فيمسح بالفوطه الصابون من فوق فيسيبه، فيبقى عباره عن حته اسمنت ما تحركش بقى ست ايام، يفضل بقى متجبز بالمنظر ده صابون. لا انا ما بستخدمش الحاجات دي يا امير الحقيقه، لاني على طول لابس بحب انا على طول البريهات دي. عندي منها كل الالوان. والله بالطبع. وبعدين وانا صغير كنت عامل شنب زيك كده برضو. كنت كانوا مسمينه شنب جدون. جدون بالظبط. طب الشنب ده بقى بامانه كده يعني من غير زعل. لا لا فندي يا ابني. الشنب ده عامله عشان البنات؟ لا انا عامله عشان الشغل. انا بعمل ظابط. بتعمل ظابط ازاي يعني؟ يعني بعمل ظابط، انا بعمل مسلسل دلوقتي طالع فيه ظابط. بتمثل يعني؟ بمثل. بس بعمل دور ظابط. بس هو الظابط لازم يبقى بشنب؟ هي معروفه عندنا في مصر في المسلسلات وفي افلام، ظابط يعني شنب. بس ده يبقى كليشيه يعني. ما احنا هو التمثيل كله كليشيه. التمثيل كله كله. ما احنا بنعمل كده عشان الناس. فلو الظابط لو قلت لحد انا بعمل دور ظابط ما عنديش شنب يقول له هيقول لي ازاي؟ هم حافظين يعني ظابط يعني شنب. قول لي بقى بتعمل ظابط ازاي يعني؟ يعني ايه؟ يعني تقبض على مجرمين وكده انا بقى يعني المفروض بعمل ظابط شرطه. بس شغال في حاجه اسمها عمليات خاصه. ظابط عمليات خاصه. لو بينزل بقى الفدائيين كده عندنا؟ زي الفدائيين. بس يعني بيجيب شويه ارهابيين من مناطق عشوائيه. عارف المناطق العشوائيه؟ المناطق العشوائيه دي اللي هي المناطق القديمه مثلا. مناطق كلها مستخبيه، الحراميه يقدروا يعيشوا فيها. ايوه بس ارهابيين دي يعني ارهابيين. ما عندنا حاجه دلوقتي اسمها ارهاب، ما كانتش عندكم دي زمان؟ ارهاب؟ ارهاب. ارهاب دي كلمه تخض قوي. ما هي كلمه كبيره قوي يعني. يعني بلاش نتكلم فيها عشان انت ما تتخضش يعني. مش عايز اخوفك من العصر بتاعنا. احنا كان عندنا الانجليز
كان عندنا برضو مشاكل. كان عندنا فدائيين وبنقاوم الاحتلال. انتوا لسه في احتلال ولا ايه؟ لا مفيش احتلال، بس انتوا كنتوا عارفين بتقاوموا مين، احنا لسه مش عارفين احنا بنقاوم مين، فالموضوع مختلف شويه. عجبتني الجمله دي. عجبتني الجمله دي قوي. انا مش عارف انتوا ليه يعني كل الضيوف بيقلقوني كده. لا ما تخافش. لا والله 17 حلوه، يعني انا جاي لك من 17. 17 حلوه. 17 حلوه هاديه. ومصر كويسه تمام؟ مصر حلوه. يعني ابتدت السنه تبقى حلوه. يا رب. يعني لو كنت جيت لنا مثلا من 5 سنين ما كنتش هتبسط. من 5 سنين كان في مشاكل في مصر. لا في مشاكل ومش مفهومه ايه المشاكل، يعني انت هتيجي كده مش تفهم ايه الدنيا فهتجري وترجع تاني. تخيل اصعب المشاكل اللي ما بتكونش مفهومه فعلا. طبعا. ما انت لو عندك، لو عارف المشكله هتعرف ممكن حلولها ايه، لكن انت مش عارف ايه المشكله، او مش عارف مين سبب المشكله، او مش عارف انت بتحارب مين، او مش عارف مين صح ومين غلط، فانت تايه في النص مش عارف تعمل ايه. فهي دي المشكله. النهارده عرفنا مين بيعمل ايه ومين ناوي يعمل ايه ومين عايز يصلح ومين عايز يخرب، فالدنيا بقت واضحه شويه. يا رب. فانت لا هتتبسط، هتتبسط. يا رب يا رب يديم عليك الوضوح يا فندم. يا ابني ربنا يخليك. طب نرجع بقى للموضه بقى. يلا. الحركات يلا بينا. واضح ان انت مهتم بشكلك قوي، بس الاهتمام ده غريب بالنسبه لي. كنت فاتح يعني فاتح زرار قميص ليه كده؟ طب ما انتوا عندكم تفتحوه زمان برضو. ايه ما عندكم تفتحوه، بس مثلا زمان كنتوا تفتحوا القميص مش لابسين تحتيه حاجه. احنا بنلبس دلوقتي حاجه اسمها اندر شيرت. اندر؟ انا حاسس الاندر ده بفهمه بطريقه ثانيه. لا ما ده اندر برضو. اي حاجه تحت حاجه تبقى اندر. يعني بس عندنا زمان اللي هم فتحوا صدرهم دول العيال الشباب بتوع السينما في الاواخر كده، احمد رمزي وبتاع. احمد رمزي. ايوه فاكره. امال ايه امال ايه ده واد شقي عفريت هو ده اللي فتح القميص وبقى موضه. انتوا برضو بتفتحوا الحاجات كده عشان تبقى موضه يعني؟ قال يعني بقى صيعه وبتاع. بنقلدهم يعني زي ما بتقول بقى الزمن بيرجع تاني يعني عمالين. برضو ساعات بنقلد يعني. البريده مثلا طلع موضه من 5 سنين. ده والله من 5 سنين في زمانكم؟ من 5 سنين كانت العيال بتلبسه برضه البريال دي. العيال مش تنقي كلامك يا امير افندي. ما يصحش كده برضه ولا ايه؟ طب طب بص يعني انا عرفت ان انت جاي لي بستلك بدله وسديلي وكرافطه. عدم المؤاخذه يعني والله ما قصدي حاجه. لا يا باشا. ليه جيت لي كده عادي كده يعني؟ لا عايز اقول لك حاجه، الموضوع اختلف. مش معنى ان انا جاي لك بقميص ده عدم احترام، لا. يعني انت مثلا النهارده لو جاي لك ضيف في البيت هتقعد في البيت بايه؟ ايه؟ بروب وقميص تحتيه وبلوفر. بس لازم الكرافطة. ولازم ده لو الضيف في البيت جاي لك واحد عادي صح؟ احنا فانيلا وبوكسر وشبشب وبتاع. فانيلا ومين حضرتك؟ بوكسر شورت يعني بنقعد بشورت وفانيلا وحد جاي لنا. بتقابل ضيوف ابو بوكسر؟ دلوقتي عادي. انا بقول لك الموضوع اختلف. طبعا. طب دلوقتي ما عندناش الروب والحاجات دي. لو الضيوف حريم هتقابلهم؟ بتضحك على ايه؟ يعني ممكن نطول الشورت شويه، ممكن يبقى حاجه لحد الركبه كده. هو في شرطات تحت في الركبة؟ عندنا دلوقتي حاجات نازله كده في تحت الركبه. في بنطلونات خفيفه. لا يعني. والله. والله ما جبتليش معاك حاجه ليه كده؟ انا اجيب لك معايا حاجات حلوه قوي تخليك شاب روش. شاب روش. شاب ايه؟ روش 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 دي لامع جباني عندكم. جرى ايه يا امير افندي؟ لا اسمع بس. روش دي يعني؟ لا مش مجنون. عدم المؤاخذه. روش دي يعني واد، يعني واد شيك وحلو وبتاع ومش مع الموضه. روش. عايز تبقى روش؟ عايز ابقى روش. استنى بقى. ايه ده؟ طب لا الحمام ده مش هتصير. انت بتصفر الحمام؟ لا ما دلوقتي عشان تندى لحد بتصفر له بدل ما تقعد تنادي عليه يا فلان افندي. انت بتكسل تنادي؟ مش بكسل، بس هي السرعه كده دلوقتي. يا اما بتصفر له شكرا، يا اما بتمزق له يعني. بتمزق ايه؟ مزق كده يعني. بتمزق له؟ فيجي لك على طول. انا عملت له كده عيني. ما انا مزقت له اهو. ما جاش. لا ما هو لازم لازم انت لازم انا اللي مزق. تبعك الراجل. يا ولاد الايه؟ لا احنا عفاريت. ايه الحاجات دي؟ بص يا سيدي اجيب لك شنب. طب ممثل ولا ساحر؟ لا بص الشنب ده. مش انت عايز تبقى حاجه شبه كده؟ عايز حاجه شبه كده؟ طيب. بس هاشعرك. هاشعرك. هاشعرني ازاي؟ بيقولوا عليها اشعرك يعني تخليني ايه؟ هبسطك يعني. اشعرني. اشعرني. بص يا سيدي يعني هبقى شكلك كده؟ احلى. لا والله؟ والله. بص يا سيدي انت ما تتحركش انت وانا ايه اظبط لك الاداء. ده كده العكس. تعالى كده. طب وريني العكس كانت عامله ازاي. بص كده. بص ما تتحركش بقى عشان ما يقعش. ما هنا اللي بيركب شباب ما بيتكلمش. تفضل كده. بتنشره ازاي؟ بص متركب بقى.
طب خلاص خلاص مش حل. جايب لك معايا حاجه تانية، شغل بقى عالمي. بعدين عم صاحي النضاره دي قديمه قوي بصراحه. النضاره دي قديمه بتاعتي. اه عايزين نعمل بقى شغل فاخر. دي نضاره، دي نضاره. اه بس انا عايز اشوف حاجه تليق. اه بس حاجه بقى انجليزي كده. ممكن نقلع دي؟ ما ممكن فوق النضاره. لا ازاي النضارتين فوق بعض؟ خش بقى عليا. خش خش برنس صحيح او مصحف. اه بنلزقه ولا ايه؟ لا بنلزقه. طب ممكن تتف؟ احنا ممكن بنتف كده نلزقه. ايه عادي. اه اتف؟ لا بتتكلم جد يا بلدي. يعني اكنه 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 تمام. بص بقى يا عم صلاح دلوقتي. بس انا مش شايف حاجه خالص. ما عادي ما حدش فينا بيشوف بيه برضه، بس هو لازم يبقى شكله حلو فاهم؟ ايه اللي جرى لكم؟ بص دي بقى حاجه اسمها حظاظات. حظاظه يعني ما تجيبش حظ ولا حاجه. امال بتعملوا ايه؟ ما اعرفش، هم بيقولوا عليها حظاظات. دي بقى بتتلبس اهو. هات ايدك. شايف؟ الله. لا وهنا لازم تلبس بقى بتاع 20 واحده مع بعض. تنام بيهم بقى وتستحمى بيهم. استحمى بيهم؟ تستحماش؟ بالحظاظه؟ استحموا عادي صح؟ اه صح؟ يعني ما قلعهمش؟ هات لي لازق والنبي. شفنا دهت له برضه ازاي؟ زنبق له، زنبق له. يجي بسرعه. يمزق له. يمزق له. اكن في شيء. انت بص اقول لك حاجه، اقفل انت عليه بمناخيرك. ايوه خليك بقى كده تتحركش. انت عارف بقى بقول لك ايه؟ احلى الشنب احلى. بلاش؟ طب سيبك من الشنب، تعالى خلينا في نظاره وحظاظه. ممكن برضه نضرب. شايف سبحه هنا؟ جبنا لك لازقه اهو. زنبق له، زنبق له. مزق له. مزق له، مزق له. ايوه مزق له. احنا بس كده نشف العرق. اه. ايوه بس. تعالى اديني وشك كده. اديني وش. تمام؟ ما تتحركش بقى. خش عليه بالحظاظات. ما تجيبش سبحه. سبحه ايه؟ ما دي مش سبحه. ليه؟ دي زمان كانت سبحه عندكم بتقعدوا تسبحوا بيها صح؟ ايه؟ دلوقتي بقى العيال الخنافس. العيال مين؟ الخنافس. اللي هم العيال الستايل بقى يا عم صلاح. بيلبسوا بقى السبح والحاجات دي. ما تخافش مش هتختفي. لا عيب. والله ما تخاف، تعالى بس. شفت بقى دي مشكلة ايه؟ البريه. بقى دي لازم تنزل من هنا. تمام؟ برنس. الله عظيم. بص. أنا فين؟ أنت ده. الله. أو مصحف. الله. والله شكلك حلو. تخيل إن أنا شايفك يا أمير أفندي. أهو. انا او خليه من غير شنب كده حلو. ايه رايك بقى يا عم صلاح؟ وعارف بقى انا معايا كان كمان اساتك. أيوة. مشكله بقى بس الحاجات دي بتعجب البنات يعني. طبعا يا سلام بقى لو بتطول شعرك بقى. يعني انا لو نزلت هنا ومشيت كده البنات هيجروا ورايا. يا لهوي طوابير بقى. والله العظيم والله دول بس كفايه طوابير مع النضاره وبتاع. تبين دول لازم تبين دول. وافتح برضه القميص كده. افتح بقى من تحت كده لازم برضه بقى ولا مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. الجاكيتات والبدل دي خلاص قدمت. بس يضيع الوقار. ما لا ما فيش الكلام ده. هتقول وقار البنات هتقولوا عليك قديم. قديم؟ خلاص محدش بيلبس بدل. انتوا بتقولوا علينا قدام مش كده؟ ساعات. بس انت ايه رايك في الستايل الجديد؟ يعني ده مستريح فيه اكتر ولا اللبس بتاعكوا والستايل بتاعكوا اكتر؟ اقول لك الحق بصراحه. لا. انا ماليش في الحاجات دي يا ابني. انا ليا في زمني. ليا في سطوحي وانا قاعد ويا روحي. بسرح شويه في اللي فات واحلم شويه باللي جاي. واللي جاي هنشوفه سوا كمان شويه. سطوح عم صلاح يلا بينا. الأربعينات والخمسينات
اعتمدت فترة الأربعينات والخمسينات على عنصرين أساسيين، الفازلين للشعر والبدل لللبس. صيف شتا بدل، بيت بدل، بس أحيانا معاها روب ستان. ومن أهم شباب الفترة دي أنور وجدي، سراج منير، محمد الكحلاوي. وأدخل الفنان فريد الأطرش تطور جديد بالجزمة البيضة أو البيضة في اسود، واحتفظ بالبنطلون المرفوع بس فتح القميص، وخدها منه الفنان شكري سرحان اللي نزل بالبنطلون شوية بس شمر كمام القميص، حتى كمام القميص النص قم أصلا، واحتفظ بالقميص المفتوح. فترة الستينات، زود الفنان أحمد رمزي في الفترة دي السلسلة على القميص المفتوح اللي كمامه مشمرة، وفاجئنا بظهوره بالفانيلا الحمالات في البيت. ظهر عبد الحليم حافظ وظهرت معاه الرقة والحنية والبنك في شعره، واحتارت الستات بين شقاوة رمزي ورومانسية حليم ورسيان أحمد مظهر ورشدي أباظة وفرق شعر عماد حمدي. السبعينات والثمانينات، دخل الفنان محمود ياسين بسوالفه بقوة في مرحلة السبعينات، وأضاف عليها البنطلون الشارلستون والقمصان الضيقة أمياءة كبيرة. وتميزت المرحلة بظهور الفنان زين العشماوي بلبسه اللي احنا شايفينه ده، واستمر للثمانينات. فترة التسعينات، كانت فترة التسعينات فترة مبهمة ظهر فيها حاجات كتير، حلقة الكابوريا لأحمد زكي، البدلة الجينز بتاعت عادل إمام، وظهر عمرو دياب بموضات كتير لدرجة إن الموضة بقت أنت شبه عمرو دياب ولا لا، يعني عمرو دياب نفسه بقى موضة. فترة الألفينات، استمر عمرو دياب كرمز للموضة في الألفينات، مش بس في اللبس، لا ده كمان في الجسم والعضلات والتاتو. واتجهت الأنظار من نجوم السينما والغناء للاعيبة الكورة، وخاصة في قصة الشعر زي حازم إمام، محمد زيدان، النني، باسم مرسي. على فكرة يا أمير أفندي يا ابني، إحنا في زماننا برضو كان في شباب كده بيتعيقوا بجمالهم وحلاوتهم، وكانوا ساعات بيتجاوزوا لدرجة إن الكاتب الصحفي فكري أباظة سنة 1932 كتب إيه بقى؟ شوف هتندهش، هتستغرب، إن الشاب الصفيق من هؤلاء يتعمد الوقوف على رصيف محطة الترام بالقرب من المكان المخصص لركوب السيدات. تخيل، وعندما يجد سيدة تقف بمفردها يقترب منها بمنتهى البجاحة ويقول لها دون سابق معرفة: بونسوار يا هانم. لا يا راجل، تخيل البجاحة دي، قلة أدب، دي قلة أدب، ما يعرفهاش، ويقول لها بونسوار يا هانم. تخيل، ويقف قرب المكان المخصص للسيدات، مصيبه. يعني برضه في زماننا كان في قله ادب، يعني احنا عندنا ما بيحصلش ده دلوقتي خالص، الحمد لله. الحمد لله، يعني انت بتقول دلوقتي انه كان زمان بيقف لهم قدام عربيه السيدات. لا دلوقتي بيخش يقعد جوه عربيه السيدات الشباب. طبعا العربيه المخصصه للسيدات ده بيخش جوه ولا يهمه، ومحدش بيجي جنبه ولا حد يقدر يجي جنبه. بعدين انت يا هانم دي، يعني هو جرحها لما بنصور يا هانم. لا ده انت لو سمعت بقى بيقولوا لنا ايه، بيقولوا لهم ايه اليومين دول هتندهش. الشباب بيقول للستات، الستات طبعا بيقولوا لهم ايه؟ لا يعني بنصور يا هانم دي ده المفروض بيحترمها، يعني لو قال لها كده دلوقتي بس ما يعرفهاش يا امير افندي، بس قال لها يا هانم وبتاع، قال لها كلمتين لطواف وبتاع، فتمام. الله، ما قالش حاجه قبيحه يعني، لكن بس في تجاوز برضه. تجاوز، ما لو عرفت بقى دلوقتي بيعكسوا ازاي هتعرف التجاوز يعني ايه. بيقولوا ايه يعني؟ لا يعني يا هانم دي مثلا عندها دلوقتي بقت يا حته، يا ايه؟ حته مثلا،
يا حته يعني زمان مثلا بيقول لك بونسوار يا هانم، دلوقتي مثلا بقت مساء الفل يا حته، يروح يقول لواحده مساء الفل يا حته، بنت ناس محترمه مساء الفل يا حته، مساء الفل يا حته، والحته ما بتردش عليه. بتضحك 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 على ده، دي حاجه بسيطه. ده في بقى طرق معاكسات تانية دلوقتي ماشيه في الشباب اليومين دول، يعني بقى لها سنين، يعني بقى لها فتره كبيره، ممكن بيعكسوهم مثلا دلوقتي بطريقه الاكل، بطريقه الاكل يعني لا مساء الفل يا عسل، مساء الفل يا قشطه، يعني ممكن يقول لها ايه ما تيجي في مصلحه ولا مروحه، ايه مصلحه ولا مروحه، ولا مروحه مصلحتي ايه، اي مصلحه بقى، ما هو بيرمي ويشوف هي جايه في ايه. ممكن يعكسها مثلا بطريقه العربيات، بطريقه ايه يقول لها يا موتور، بس يقول لها يا لهوي ده انت موتور، انت موتور موتور، يعني انت يعني شديده قوي مش دي حاجه، لا 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 دي قله حياه دي، بس دي شباب ومروحه الموتور. الموتور ده فين يعني؟ بس دي شباب قله الادب يعني برضو. في ناس ما بتعكسش بنات، في ناس ليهم برضو اخوات بنات وبتاعه. طب ما تزعلش مني يا امير افندي، انت وانت صغير عملت مصلحه ومروحه مش للدرجه، لا مش للدرجه، كنا بنعاكس حاجات يعني في الهادي يعني. الطريقه بتاعتنا كانت هاديه زمان، كنا بنعاكس بطريقه مثلا الاستفهام، ازاي يا ترى مش مفهومه يعني، واحد معدي يقول له ايه ايه معرفش، ايوه ايه معرفش، ما انت مش عارف هو عايز يقول ايه، يقول لها ايه يعني انت بتعاكسني انا، لا يعني انت تقول لها ايه، فهي تقول لك ايه، ايوه مش المفروض تقول لك ايه، او مثلا تقول لها ايه ده، هتقول لك ايه ده، دي طرق مثلا يقولوا يعني هو يقول لها ايه، تقول له ايه، تقول له في ايه، هو ايه ده في ايه، يعني هي ماشيه كده، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير، ازيك ازيك، دي طريقه معاكسه مثلا، دي كانت ايام ما كنت صغير في الهادي، دي بس ما كانتش ادب، يقول لها ايه ده بس لو حد مثلا يقول لها ده انت احلى واحده في الدنيا، ده كلام بقى لطيف ماشي، بس برضه ما يعرفهاش، فقله ادب ان هو بيتجاوز. عايز بقى تقول حاجه لواحده تموت فيك اليومين دول، اليومين دول ايه اللي هو 2017 اه، لا ايه ده انت خسيتي قوي، انت خسيتي قوي، خسيتي قوي، وهي اصلا هتلاقيها حلوفه، بس انت بقى بتقول لها انت خسيتي قوي، هتتبسط جدا، بس تكذب عليها وهي عارفه ان هي حلوفه وهي عارفه ان هي حلوفه، بس انت من جرمه تقول لها انت خسيتي. في ممكن واحد بيدلع واحده مثلا بيشتمها، طبعا دي مش عندكم زمان، عندنا مثلا واحده لا ده انت كلبه، دي طريقه مثلا، انت معاكس بتجيب كلبه دي؟ لا والله، لا والله بتبسط قوي، اصل بيني وبينك في كلبه هنا؟ لا يا لهو بينك، جارتي جوزها توفى من فتره وانا بقيت وحيد، حاسس كده يعني عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ يعني بتعمل لك ايه من هناك؟ فايه؟ في طريقه اغراء؟ يعني اقول لها صباح الفل يا كلبه؟ كلبه بس لازم وانت بتقول لها كلبه برضه يبقى في حنيه، يعني صباح الفل يا كلبه، يعني وعوج سنة بقك الاداء يا كلبه كده، الاداء صباح الفل يا كلبه، وخلي بالك من نفسك يا كلبه، خشي وانت قبل ما تنامي طمني عليك يا كلبه، طب ممكن اقول لها يا جزمه؟ بس لما تاخد عليها شويه، لما تاخد عليها مش في الاول، يعني نبدا بكلبه، ابدا بكلبه ولما الدنيا تبتدي تبص لك من ورا الشباك وبتاع خش على الجزمه، اخش على الجزمه، مش على الجزمه وانت بتحب الجزم قوي، وانا بموت في الجزم، انا جت معلومه، انا جت معلومه من 2000 عرفت ان انت بتجيب من الجزمه الواحده نفس الموديل نفس الجزمه بتجيب ثلاثه نفس اللون دي، انا مشكلتي على مسرح لما بجيب جزمه وبحبها قوي بخاف بقى ان هي مثلا تتقطع تبوظ تتسرق تضيع، فيبقى عندي بتاعتها التانيه، يعني ده انت كده عامل الاوضه للجزم بس، لا مش للدرجه يعني، مش دولاب اوض يعني، لما جزمه تعجبني قوي يعني، يعني تقول الجزم خلينا في المعاكسه، خلينا في الكلبه خلينا بس انا عايز يعني، ايوه انت بتعمل ايه، ما انت قول لي برضو قول لي الخطوات ايه اللي انت بتعملها لما بتطلع لك في البلكون، بتعمل ايه يعني، بعد خد بالك قاعد اسمها ايه اللي انت عملتها، ما انا علمتك بقى شويه حاجات اللي هي ايه، ابزق مزق، لا يعني بس خليها تطرقع يعني، ما انا مش هي الطرقعه دي صعبه، ما هي لازم بقى تمزق لها تقوم طالعه لها طالعه، تقوم مثلا واقف لها من عند السور ما تقعدش لا اسد نص قاعده وهو ليه، لا هي كلبه انت بقى بتمزق لها هي تطلع، هي كلبه وابقى انا ايه، ابقى انا ايه يا امير افندي، ايه صح كده برضه، لا طيب. المعاكسات يا عم صح، لو عايز اخد رقم تليفونها اعمل ايه، رقم تليفونها انت عندك موبايل ولا ابو قرص بتاع زمان؟ لا ابو قرص فين؟
ايوه يعني احنا عندنا مثلا لما تيجي تشاور لواحده مثلا اه لما تيجي تشاور لواحده مثلا آه تعملها كده ده تليفون عاملها كده ازاي؟ ما هو كده تليفون انت بقى هتعملها من هناك تعملها كده فهي هتفهم اه لا والله كده اقلب يعني كده خش يا كلبه ايوه اه لو بعدين امير افندي بالظبط بس هنا اه حلوه دي انت عايز مثلا تبقى حامش عليها كلبه بزعيق اه الدلع بقى الثانيه يا كلبه فاهم في الهند يعني انت عندك دلوقتي المعاكسه بقت عادي كده عادي عادي الموضوع بقى عادي طب انت متجوز يا امير افندي كده متجوز وعندك عيال اه ربنا يبارك لك فيهم الحمد لله عندي ولد وبنت يبارك في اسرتك وصحتك يا رب طب لا مؤاخذه عدم مؤاخذه عليك مش لابس دبله ليه؟ الايه؟ مش لابس دبله ما هي الدبله برضه بقت موضه قديمه يا عم صلاح ما دي المشكله الدبله بقت موضه قديمه؟ موضه قديمه ولا عشان ال لا ما فيش والله بتسموهم ايه؟ البنات في عصركم بتسموهم ايه؟ مزز ايوه المزز ايوه الأوزز الأوزز مزز المكان الأوزز بتمشي؟ اه ماشي حلو تعرفها أوزز؟ لا ده جت معايا كده والمصحف حلوه تمشي أوزز؟ اه أوزز يا أزة يا أزة؟ اه أزة حلو يعني انا اقول الكلب قول يا أزة؟ أزة؟ اه اقول لها الاثنين تنوع برضه يا أزة يا كلبه الاثنين مع بعض بس عيب نشبه البشر بالكلاب يا امير افندي لا ده دلع كده تدهريج يا عم دلع دلع بص ما دام لا ده تهريج اه طبعا ما اهم لا. حاجه ان ما بقاش فيه لا مش هتعاملها زي الكلاب ولا لا طبعا لا يعني هو دلع يعني بص ما دام الواحد بيعاكس ذوق ولطافه ماشي انما اهم حاجه ما يمدش ايده لا طبعا مستحيل لو بعدين انا بقول لك كلمه كلبه دي تهريج يعني مفيش حد يروح يقول لواحده يا كلبه ولا بتاع مستحيل حد يشتم واحده واللي تقبل ان حد يقول لها كلبه دي تبقى ست مهزقه يعني ما ينفعش يعني طب انا جات لي معلومات كده من 2017 بس زي ما تقول محرج ان انا اقولها لك لا قول ان انت عمرك ما اتقفشت انت قفشت ايه؟ يعني ايام اللي عرفت انت كلاب كتير ايام الشقاوه بقى كان الكلاب كتير فعلا مفيش كلب قفشتك مع كلبه ثانيه ابدا لا ما هو ايام الشقاوه بقى زمان عم صلاح ما كانش الواحد بيبقى يعرف واحده بس وبيحبوا بعض بقى زي عندكم كان العلاقه بيبقى راجل وست وتمام بيفضلوا بقى عندنا بنسموا متصاحبين دلوقتي متصاحبين وعادي ها عادي متصاحبين دلوقتي بقى عندنا ممكن نصاحب واحده اثنين ثلاثه فتمام صداقه بقى صداقه بقى بريئه بريئه احنا كل حاجه عندنا بريئه دلوقتي متصاحبين متصاحبين بيحبوا بعض بقى متصاحبين متصاحبين ما انت مين يعني زي ما بيقول كنت فاكرين يعني انا اتولدت كبير كده لا كنت صغير وعارف كل الحاجات دي مش كنت مصاحب وانت صغير لا بس عندنا كانت الحكايه صعبه قوي لا 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 واضح ان انتوا برضه حصل عندكم انفتاح انفتاح اللي هو بقى فري الموضوع بقى فري شويه واضح انك جريء يا امير مش خايف من حاجه قوي لا ما عنديش حاجه اخاف منها ولا حتى الضلمه لا بص يا مصطفى الضلمه انا ما بخافش من الضلمه انا بس قلبي بيتقبض من الضلمه يعني انا ما بحبش اكون مثلا قاعد في مكان او نايم في مكان ضلمه وانا مش شايف او مش حاسس او مش سامع حاجه بحس ان انا في حته لوحدي كده بتضايق منها يعني مثلا عايز اقول لك مراتي مثلا بتيجي بتنام بتقفل الاوضه والشبابيك والستاير وبيبان وبتاع تقدر تنام كده عادي انا ما اقدرش يعني لازم انام وسايب حته نور بس جاي يزيق كده من بره يا سلام انت كده شكلك بتخاف من الضلمه انك بتحكي عني برضه ما تحبش الضلمه بس انا عشت كتير على لمبه الجاز تسمع لمبه الجاز اسمع عنها طبعا لا والله احنا عندنا دلوقتي اسمها ليد لمبه الجاز دي اسمها ليد عندنا اسمها ليد ليد لمبه ليد كده ليد لمبه الجاز حتى لمبه الجاز ده اللي عتوها وبقت ليد انتوا لمبه الجاز كنتوا بتشغلوها كده وبتاع تقعدوا تنفخوا فيها وجاز وبتاع صح؟ ده احنا عندنا دلوقتي اللمبه دلوقتي ممكن تبقى قاعد في الاوضه بس كده دي وبور الجاز وبور الجاز ولمبه الجاز ما نفس الموضوع برضه لازم تشعر لها كده امال ايه؟ وفيها الفونيا وفيها مش عارف ايه لا دلوقتي عندنا اللمبه ليد وانت قاعد في الاوضه على السرير ممكن تعمل كده النور ينور ويطفي تزمقلها ينور وزولها وممكن بالريموت وبتاع الموضوع اختلف تمام يا سلام ده انت نورتني فوق سطوحي يا حبيبي ده انا قبل ما تيجي كنت قاعد ويا روحي بسرح شويه في اللي فات واحلم شويه باللي جاي واللي جاي هنشوفه سوا كمان شويه مع امير افندي كراره مفتوح عم صلاح يلا بينا
وصلني يا أمير أفندي والعهدة على الراوي أن هناك صلة قرابة تجمعك بحبيبي حبيبي العسل السكر محمود شكوكو. الله يرحمه. إيه ده؟ بالنسبة لنا يعني بالنسبة لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو في فعلا كان في صلة قرابة؟ آه يعني زي ما تقول جدي. زي ما تقول. يعني إيه زي ما تقول؟ هو خال أمي. خال مامتك. الله يرحمه بقى. بالنسبة لنا برضو. يا حبيبي يعني في مقام جدك. في مقام جدي. طب أنا هسألك سؤال صعب شوية. أنت تعرف محمود شكوكو ليه سموه محمود شكوكو؟ لا أنت عارف؟ أمال إيه؟ إيه بقى؟ جده إسماعيل كان بيربي ديوك وكانت أحيانا الديوك دي تتعارك مع بعضها البعض فكان بيطلع صوت منها يقول له إيه شكوكو 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 خد بالك فجدك كبير أصر إن حفيده يبقى اسمه إيه؟ شكوكو بسبب صراع الديوك اتفاعل بالاسم لكن ابو شكوكو بقى اللي هو ابن جدك اسماعيل اللي هو يبقى جدك اللي هو في مقام جدك اصروا انه يسميه محمود عملوا ميكس عملوا والله كانوا محمود شكوكو بقى اسمه المركب محمود شكوكو ده فعلا يعني اسمه في البطاقه محمود شكوكو جدك اسماعيل اوكي عشان مش دلع ولا شهره ولا حاجه. يا سلام العهد على الراوي في القصه دي طبعا دي معلومه اول مره اسمع عنها والله 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 وانا كمان بس حبيبي يا امير افندي حبيبي انا بعرف برضه اضحك ولا انت شايف ايه؟ انتوا اكتر ناس بتضحك يا حبيبي يا حبيبي بتحب الزمن بتاعنا؟ طبعا الله يبارك لك يعني والافلام بتاعتكم في الزمن بتاعكم ده كل مره تتفرج عليها 30,000 مره ما بتزهقش لا والله طبعا كل يوم ممكن اتفرج على نفس الفيلم ما بزهقش يعني في الفيلم بتاع جد شكوكو بتاع السبع تقلام مثلا يا سلام يا سلام عمك سراج منير ده كل يوم ممكن اتفرج عليه ما بزهقش وكل مره بتضحك ما فيش مشكله خالص عندنا فيلم هنا دلوقتي في العصر بتاعنا تشوفه مره وبعدين خلاص بقى ما تقدرش تشوفه تاني يعني دي حاجه غريبه يعني احنا لسه عايشين في عصركم انتوا عايشين في قلبنا مش هتنسونا ابدا عمرنا ما ننساكم طب لو حبيت تمثل فيلم قديم يا امير افندي تمثل فيلم ايه امثل فيلم ايه ايه سؤال صعب قوي كده لا خالص يعني ممكن امثل بحب فيلم قوي امرأة على الطريق مش انا اللي هعمل يعني مش انا اللي هعمل هدى سلطان لا يعني تعمل الطريق لا متهيألي رشدي اباظة صح؟ رشدي اباظة وشكري سرحان ايوه شفتوهم شفتوهم كانوا لسه طالعين يعني بس دي من الافلام الجامدة مش انا بتكلم صح ولا معلوماتي غلط؟ لا انت 100 صح؟ 100 والله العظيم هو الفيلم ده ممكن ده الفيلم اللي احب اعمله مثلا وفي افلام كتير بقى طبعا لعمر الشريف طبعا برضو حاجات كان نفسي انك يعني تقول نفسي امثل فيلم من افلام جدي كوميدي يعني كوميدي لا ما الكوميديا ليه انا صراحه وانت ما بتعملش كوميدي ليه ما انا دلوقتي انت دمك زي العسل هو امير افندي لا مش ما انت اضحكتني كثيرا والله انا عايزك تجرب تعمل كوميدي نجرب في مره نعمل كوميدي يا ماهر ايوه يا عم صلاح شغل لنا الشاشه يا ابني حاضر اتفرج يا امير افندي اتفرج ومتع عينك ومتع قلبك اشعرني واي متع ذكرياتك شوف شوف بص مكتوب ايه حبيبي شكوكو زعيم الفن الشعبي في الرواية الفكاهية جدك محمود شكوكو من مواليد الضرب الأحمر سنة 1912 اشتغل في بداية حياته نجار في ورشة والده بعد كده بقى انضم للفن وأبوه ما كانش عايز كده خالص ما كانش بيحب لا الفن ولا الغنى ولا الكلام ده أول أجر خده تخيل كام قرشين سيرخ اشتغل في فرقة الست فاطمة القصار جدك شكوكو كان بيعلم نفسه بنفسه علم نفسه القراية والكتابة وبعض الكلمات الإنجليزي والفرنساوي أول مرة لبس الجلابية كان في أغنية وردة عليك فل عليك فاكرها يا أمير أفندي؟ طبعا وردة عليك فل عليك
وبعد كده بقى ابتدى الشكل بتاعه بقى واخد بالك لدرجه ان هو اتشهر وابتدى يتعمل له تمثال وابتدى الاطفال يحبوه قوي وفي الاخر ابتدى يعمل مسرحيات عرايس ابتدى هو يسمع العرايس وهو اللي لعبها كمان يعني تعرف ان هو عمل مسرحيه عرايس مشهوره قوي اسمها الكونت دومونت شكوكو لا معرفش كانت اخراج عمك صلاح السقا انت بتقول لي حاجات انا ما اعرفهاش ايوه ده طلعت ان انا اعرف عن لا ما انتوا جيل واحد اكتر منك امال ايه اصحاب بقى عايشين مع بعض لحد دلوقتي اكيد ونعم الصحوبيه يا سلام ده انا بحبه موت ربنا يخليكم لبعض الله يخليك نفسي نسمع حاجه لشكوك يا سلام نفسي افتكر ايام شكوك ده اللي نفسك فيه يا سلام يا ريت طب انا بقى عشان شكوك ده انا جاي لك بقى مش بيدي فاضي انا جايب لك حاجه النهارده معايا طالما انت بقى بسطتني ووريتني جدي كده والحاجات الحلوه والمعلومات اللي انت سمعتها لي دي انا جاي النهارده وجايب لك في ايدي احلى فرقه هتسمع منها اغاني بس بطريقتنا على طريقتكم مع بعض ميكس اهلا وسهلا منورين ازيكم ازاي 2017 هتسمعونا ايه بقى هيسمعوك حاجه لشكوك اي حاجه لشكوك حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره يموت هو في عذابي اموت انا في ضفيره حبيبي 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 شغل كايرو يلف مليته لفة والعقل تجيله هفة يلف مليته لفة والعقل تجيله هفة وتقوم في الحتة زفة أول ما تبان بشايره يلف مليته لفة والعقل تجيله هفة يلف مليته لفة والعقل تجيله هفة وتقوم في الحتة زفة أول ما تبان بشايره حبيبي 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 شغل كايرو حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره حبيبي شغل كايرو مفيش في القلب غيره يموت هو في عذابي اموت انا في ضفيره حبيبي 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 ده حبيبي شغل كايرو الله 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 إيه رأيك الله عم. الله شفت الفاجأة الحلوة دي؟ سلام لي يا أمير أفندي لا وميكس بقى عشان إيه نرضي كل الناس يعني أغنية الفنان شكوكو جملة يموت هو في عذابي أموت أنا في ضفايره أموت أنا في ضفايره إيه علاقة ضفايره بالعسل بس هي دي الحلاوة ده العسل ده الكلام اللذيذ طبعا كلام أنا محترم أنا بشكرك على الفرقة الجميلة دي مش بس كده أنا محضر لك حاجات تانية كمان والله ده أنا محضر لك أغاني بقى من الزمن بتاعكم بس بطريقتنا احنا بالمزيكا بتاعتنا احنا بتحب عم مطلب طبعا صاحبك عم مطلب طلب انتوا نفس الجيل برضه ها امال طب تيجي نسمع حاجه مطلب كده بس بطريقتنا احنا يا ريت طب يلا يا رجاله
الله الله برافو يا رجاله. بس كان زمان القران بعيد ما بيسالش عليها ابدا، هم بيعملوا حاجه ثانيه. احنا الموضوع بقى مختلف دلوقتي، بقى مختلف. بقى في مزيكا بقى وفي لا وحتى الفرقه سبحان الله الاشكال كمان اتغيرت. طب هيسمعونا ايه ثاني؟ اسمعك بقى يا عم صلاح دلوقتي في فرقه كان اسمها الاصدقاء بتاعت الفنان عمار الشريعي. تعال نشوف بقى بيتكلموا عن الموضه وعن اللبس بقى وعن الحاجات الميكس برضو اللطيف كده. تعال نسمعها. كانوا امتى دول؟ ده من حبه حلوين. من حبة حلوين يعني؟ يعني انت مش عارف؟ ما انا مش عارف، بس يعني تعالى نسمع كده ونشوف. انت انا تعجبني دماغك. يلا ماشي يا اصدقاء، جاهزين؟ فكرة. بص عامل لك ميكس من كل حاجه اهو. ايوه بس الاغنيه دي عجبتني قوي. دي حلوه دي؟ وانت طبار؟ لا مش قوي يعني. ده انت طبار جامد. لا احنا بنبص كده بنتعلم حاجه بسيطه خالص يعني. ايه؟ لو انت برضو عالمي. انا ايه يا عم، ده انا عجنت والله. ده هاني ضحك عليا.
طب ايه هنسمع ايه تاني؟ ما خلاص بقى، انت عايز حاجه تاني؟ انبسطت قوي. ايه ما عندكوش حاجه كده تحيه لعم صلاح؟ في حاجه مهرجانات؟ مفيش مهرجانات؟ في حاجه اسمها مهرجانات؟ طب حاجه مقسومه بقى حلوه كده. حوجني للأندال زليت عزيز النفس عشان عديم المال ملعون أبوك يا عودة زلت السؤال لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال لروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطري ساعتها ودوقني ديت الحال اعمل معاه الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن واكون طويل البال اعمل معاه الصح انا واسنده لو مال وقف جنبه في المحن واكون طويل البال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال لو لعبت يا زهر واتبدلت الاحوال وركبت اول موجة في سكة الأموال أروح لأول واحد احتجت له في سؤال كسر بخطر ساعتها ودوقني ديت الحال أعمل معاه الصح أنا واسنده لو مال وأقف جنبه في المحن وأكون طويل البال أعمل معاه الصح أنا واسنده لو مال في المحن أكون طويل البال وعرفوا إن الفلوس ما بتعملش رجال والحوجة مرة دي الحوجة مرة وياما بهدلت أبطال. أنا هعمل معاكم الصح. هعمل معاكم الصح. والله لعب معاكم الصح. بسطت يا عم السلام؟ انصرفوا. انصرفوا بأمر الله. أنت جايب لي عفريت؟ ده أنا جايب لك ميكس جميل. أيوه بس. ما بينكم وما بيننا. أنا حاسس إن الحاجات دي زي ما أكون مرت الجو كده. نرجع تاني لعبد المطلب أحسن والحاجات بتاعت زمان اللي أنت بتحبها واخد عليها؟ يا سلام. لا انت متعتني المهم اللي انت بصيت والله العظيم متعتني امير افندي كراره
أشكرك وبحرارة. بقول لك يا أمير. قول لي يا حبيبي. بجد وبأمانة وبدون، أنا اتعودت من قعدتك إن أنت بتتكلم بكل صراحة. طبعا. بس بذكاء شديد يعني. خالص والله ما بحسبهاش. صحيح. أه والله. لما ما بتعرفش الإجابة بتتوه. لا والله، لا اسأل وأنا أقول لك على طول. طيب. تحب تعيش في زمني؟ ولا تفضل عايش في زمنك؟ لا خدني معاك. بجد؟ أه والله. ليه يا أمير؟ يعني مش عارف، كنت حاسس إن الحياة أسهل وأنظف و يعني ما فيهاش اللي احنا فيه ده دلوقتي، يعني لما بقعد اتفرج على زمان او لما بقعد حد بيقعد يحكي لي عن حاجات زمان وبتاع، الموضوع كان اسهل من كده بصراحه، كان العيشه انضف والحياه احلى والناس كانت احلى، الناس كانت بتحب بعض، كانش فيه الكره ومفيش الغل. ما بتحبوش بعض دلوقتي ولا؟ في ناس بتحب بعض وفي ناس ما بتحبش بعض، بس اللي ما بيحبوش بعض زادوا كتير قوي. عشان انتوا زدتوا يا ابني. عشان احنا كتير. انتوا كترتوا. لا يعني انا دايما بقول لهم انا نفسي الزمن يرجع بينا نرجع تاني 20 مليون ونبدا بقى تاني على نضيف. الوسخ بقى نشيله ما يجيش بقى تاني. لكن احنا فعلا زدنا والموضوع بهوأ ملوش حل. عارف اللي انت بتقول عليه ده؟ اللي هو مش نضيف ده. لازم نعمل معاه الصح. لازم نعمل الصح معاه. مش احنا. انتوا. انتوا لازم تعملوا معاه الصح. ربنا يسترها. يا واد يا ماهر. ايوه يا عم صلاح. تعالى حيي امير افندي كراره، رد له التحيه الجميله اللي قدمها لي. امير كراره؟ اه. هو ده من زمن تاني برضه؟ اه يا ولد، امير كراره من 2017 فنان مشهور وبطل ونجم. انا رايته يا عم صلاح في المنام. رايته في المنام؟ اه والله. رايتك في المنام ضابط كبير وفي كلبش وناس كتير، وشفت في المنام حاجات كتير، بس عندي سؤال، ازاي واي فكيت الكلبش؟ قولي ازاي. الله عليك. الله الله. انت صحيح من زمن تاني جاي؟ اه من 17. وشفت في المنام كمان ولد وبنت كده أمامير زيك تمام، بس مش عارف الأسامي إيه، قولي. سليم وليلى. سليم وليلى، نور عينيك وانت ضحكتك كده يا سلام، نورت سطوح عمي صلاح، ده سطوح عمي صلاح بيقول لك يا كرارة تحية ومليون سلام. الله الله عليك. الله عليك. الله، ده مش حلم، ده فيلم يا حبيبي. يلا سلام انت بقى. انت عارف اه. شكرا. يلا يا باشا. اجيب حاجة؟ اه هقول لك بعدين. انا ده امير افندي لازم يمشي عشان عنده شغل في 2018 بقى. ايه حكايه الكلبش دي؟ بقى مسلسل فعلا، هو شاف صح يعني، بقى مسلسل لرمضان الجديد. يعني رمضان اللي جاي ان شاء الله المسلسل الجديد اسمه كلبش. ده اللي طلع فيه بقى ظابط اللي مركب الشنب والحاجات دي اللي اتكلمنا عليه في الاول. ده نسيت. وهينزل المسلسل في رمضان؟ ان شاء الله رمضان 2017؟ اه. مش عندك تلفزيون؟ ايه؟ عندك عندكش تلفزيون؟ عندك بتاع ده بس؟ ها؟ يعني ايه تلفزيون؟ تتفرج علينا في التلفزيون. هتصرف انا. هتصرف انت بقى. هتصرف. عارف عشان لازم. عارف ممكن تلاقي فين التلفزيون؟ اه. عند الكلبة. انت انت يا حبيبي عم صلاح. حتى كلمة كلبة خليتها حلوة. والله طالعة منك حلوة والله يا كلبة. مصر كلها تقول لصاحباتها دلوقتي يا كلبة دلوقتي. حاجة؟ انت عملت معايا الصح. عملت معاك الصح. اه والله. والله وانت عملت معايا الصح. عرفتني وانستني يا امير يا ابني. حبيبي عم صلاح. شرفتوني كلكم ونستوني ونورتوني. ربنا يخليك يا حبيبي. احلى فرقه يا حبيبي، واحلى طرابيش، واحلى امير في الدنيا. ربنا يخليك يا عم صلاح. نورت اسطوره عمك صلاح. الله يكرمك. اطير انا؟ طير انت. ايه ده، انت عارف طير انت ايه؟ انا مش انت بتقول لي طير انا؟ قلت لك طير انت. يلا سلام عليكم. عارف سلام. ابقى اجي لك تاني. ها؟ مع السلامه يا امير. يلا سلام عليكم. مع السلامه امير افندي. نورتني. امير افندي. ها؟ وده مش بتاعك ولا ايه؟ لا خليه بقى، سيبه لك المره الجايه لما اجي اخده. ايه ده؟
ده انا بقيت لوحدي خلاص. سبحان الله. ينفع اقول في الافلام؟ لو لعبت يا صغير لهوي. اوبا، شفتوا الظهر لما لعب معايا عمل فيا ايه؟ وقعني. قبل ما اقول لكم سلام واسيبكم واخش انام، احب اقول لكل مز ولكل مزه ولكل أز ولكل أزه ولكل حته في كل حته، المعجباني مش بتقطيع بنطلونه وفتحه صدره وزراير الجاكيته، المزازه والازازه في حلاوه الروح واللسان واللزازه. يا سلام يا سلام لو بقينا لزاز مع بعض، صدقوني اهم حاجه اللزازه. يلا مساءكم لذيذ، مساء الخير. يجري ماضي اللي انت ماضي على عقولنا، ماشي في بالنا عاشق خيالنا على طول شاغلنا، بكل زنقه في كل خلقه نقول يا ريت تقدر تجيلنا. يجري ماضي اللي انت ماضي على عقولنا، خيالنا على طول شاغلنا، في كل خنقة في كل خنقة، يا ريت تجيلنا هوبا تشيلنا وتنقلنا بيك، من غير شقاء نفرح بقى ونتهنى بيك، ولا احنا خلاص بقيت تقال جدا عليك، ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي، ولا خلاص وراح، ولا انت جميل يا ماضي لانك بس ماضي، ولا خلاص وراح. يلا بينا نشوف الصبح عم صلاح، يمكن نلاقي الراجل الصبح عم صلاح، يلا بينا.